التأخير صار هو بسبب إجراءات إدارية عدم وصول المقاصد الإلكترونية من قبل المركز العراقي إلى بنك العراقي للتجارة. المقاصد اكتملت البارحة الساعة 2 ظهرا، وهذا الوقت هو وقت إغلاق الحسابات في البنوك، لذلك لم نستطيع الاستلام المبالغ يوم أمس، لكن اليوم الحمد لله منذ صباح الباكر المقاصد يعني كانت كاملة من يوم البارحة استلمنا هذه المبالغ، وسوف نقوم بتوزيعها إن شاء الله هذا اليوم وحسب الجدول الذي نشرناه على مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله. من حق الموظفين مطالبة بهذه الرواتب لأن استحقاقاتهم المالية. دار الصحة نينوى أخذ على عاتقهم متابعة هذا الموضوع عن طريق ممثلها القانوني أستاذ ضياء في المحاكم العراقية، خاصة محكمة النزاهة في بغداد. قدمنا طلب رسمي إلى محكمة النزاهة في بغداد لرفع اليد المحكمة على هذه الأموال، ونحن بانتظار أي قرار يصدر في أي وقت بإطلاق يد المحكمة عن هذه الأموال حتى ننقلها إلى الإقليم كردستان ووزع رواتب النازحين محافظة نينوى في إقليم كردستان. صراحة الإجراءات لحد الآن المحكمة تأخذ إجراءاتها من خلال تحقيقات مع الأشخاص المتهمين ومع الشركات، لكن لم نبلغ لحد الآن بإصدار قرار نهائي، ونحن بانتظار هذا القرار إن شاء الله بعد إصدار هذا القرار سوف نقوم بنقل هذه الرواتب حسب الآلية الأخيرة التي اعتمدتها دار الصحة نينوى بنقل هذه الرواتب عن طريق البنوك الحكومية أفرع في إقليم كردستان، وبينها البنك العراقي للتجارة التي هي بنك حكومي ولها أفرع في إقليم كردستان، مثل ما أننا نستلم رواتب شهر آذار حاليا بطريقة سلسة وبسيطة والحمد لله. هذه رواتب الآن اللي نستلمها من البنك العراقي المركزي رواتب شهر آذار الموظفين دار الصحة نينوى النازحين في إقليم كردستان وكركوك، إن شاء الله رواتب شهر نيسان وآيار. نحن طالبنا بكتاب رسمي وزارة الصحة بتجهيزنا بتمويل الرواتب شهري نيسان وآيار مجتمعة، وافقت الوزارة وبالتالي خاطبت وزارة المالية لتمويل هاي الأموال ونقلها إلى البنوك لحجر صرفها كرواتب دار الصحة نينوى في الأسابيع القادمة إن شاء الله.